وسهلا فيكم من جديد. ومؤسسة المستقبل منظمة دولية غير ربحية تعنى بدعم مبادرات منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق أو اللي بتسعى لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة لتمكين الشباب وتمكين المرأة يعني بشكل خاص. على العموم حتى نتعرف على رؤية وأهداف مؤسسة المستقبل Foundation for the Future، وحتى نحكي بتفصيل عن الدراسة اللي بادرت فيها مؤسسة المستقبل حول مساهمة منظمات المجتمع المدني في عمليات الإصلاح السياسي تحديدا، والمعوقات والتحديات اللي بتحد من مساهمتها بشكل كبير وفاعل في عمليات الإصلاح السياسي. اليوم بسعدنا وبشرفنا يكون معنا السيد تامر الصعمت، وهو منسق البرامج في الفاونديشن فور ذا فيوتشر مؤسسة المستقبل. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح النور، اهلا وسهلا. يعني نشطين دائما انتم بالمؤسسة، ومبادراتكم ونشاطاتكم نوعية بشكل عام، وهيك سريعا جدا إضاءة على مؤسسة المستقبل عشان نفرد الوقت المتبقي للدراسة اللي قمتوا فيها ولمواضيع الإصلاح السياسي والمواضيع الشائكة حاليا. طبعا زي ما ذكرتي هنا، هي مؤسسة المستقبل مؤسسة دولية تأسست عام 2005 خلال مبادرة بانعقاد منتدى المستقبل الدولي، مبادرة من الدول الثمانية الكبرى. تم تأسيس مؤسسة المستقبل أو وضع المقر الرئيسي لمؤسسة المستقبل في الأردن، نتيجة لعدة أسباب كلياتنا بنعرفها، لموقع الأردن الجغرافي، المميزات اللي بتحل فيها الأردن، الأمن الحمد لله، الأمن طبعاً الله يديمه علينا. فمؤسسة المستقبل تعنى بدعم مبادرات منظمات المجتمع المدني في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال تأسيسنا من يعني 2005 لحد اليوم دعمنا أكثر من 200 مشروع في دول المنطقة كاملة، ابتداء من الأردن وصولا للجزائر، المغرب، ليبيا، تونس، وكل دول المنطقة بشكل عام. هل وزارة الخارجية الأردنية شريك معكم؟ احنا مش شراكة، هناك اتفاقية ما بين مؤسسة المستقبل والحكومة الأردنية لاحتضان المؤسسة في الأردن، ولكن احنا نعمل كجهة مستقلة دولية طبعا. وطبعا اكيد الشراكة مع الجهات الأردنية يعني هو أمر مهم جدا لتسهيل كل عمليات المؤسسة. الهدف الرئيسي للمؤسسة هو أن يصبح القائمين على إدارة منظمات المجتمع المدني قادرين على إيصال رسالتهم بالطريقة الصحيحة. بتقدم المؤسسة الدعم التقني والدعم المادي للمؤسسات لتنفيذ برامج تعنى بي زي ما تفضلتي حضرتك، حقوق المرأة، دعم الشباب، حقوق الإنسان، اللاعنف، كل هاي الأمور اللي بتخلينا نوصل لبيئة ديمقراطية سليمة أكثر إن شاء الله. تعرف بس تعمر، قبل ما نباشر بالحديث خلينا هيك نبني قاعدة إن شاء الله تكون متينة وسليمة عند المشاهدين، لأنه في كتير ناس ما بعرفوا شو بنقصد بمنظمات المجتمع المدني، أو في لبس مرات بيكون ما بين منظمات غير ربحية منظمات المجتمع المدني، مرات الناس بتخلط بالمجتمع المحلي. فأعطينا هيك تعريف يعني أو مانديت الإطار. هو سؤال كتير مهم خصوصا بالوقت الحالي، لأنه منظمات المجتمع المدني كتير صارت كتيرة، وصار أي جماعة عم تطلق على حالها منظمة مجتمع مدني ربما لتنفيذ أهداف معينة. بس المقصود بمنظمة مجتمع مدني هي مؤسسة صغيرة غير ربحية غير حكومية تنشأ نتيجة هدف معين، نتيجة تلبية لهدف معين أو حاجة معينة في المجتمع المدني. فالمؤسسة المجتمع المدني يجب أن تكون مبنية على التطوع أساسا وليس على التوظيف التوظيف والربح طبعا. لا لا لا، يعني يجب لا تكون مبنية على يعني هدول الشغلتين، لأنه التطوع، روح التطوع هي أساس منظمة المجتمع المدني. احنا مع مؤسسة المجتمع المدني لان هناك مشاريع معينة تتطلب ان يكون هناك موظفون، في تداخل في شعر مرات، ولكن روح التطوع لا يجب ان لا يغير ابدا، لانه دائما روح التطوع لازم ان يكون موجود، لانه اذا انتهى المشروع ما لازم تنتهي مؤسسة المجتمع المدني. نفكر بالاستدامة، لازم الاستدامة يكون من خلال المتطوعين. طب هلا لما بنحكي منظمات مجتمع مدني، المعظم بتبادر لاذهانه انها منظمات لها علاقة بتمكين المرأة، بالقروض، بالمنح، بالشباب، يعني بهاي الافكار كلها اللي لها خلبية التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية بشكل عام. ليه ما بنعرف كتير عن منظمات المجتمع المدني اللي لها علاقة بالديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان؟ يعني ليه ما في هالوعي عند المواطن؟ هل بالفعل هي غايبة ولا مغيبة ولا مثلا ينقصها ترويج معين؟ هي مش غايبة ولا مغيبة، هي ممكن ينقصها الترويج، لأنه برامج اللي بتعنى بتمكين الشباب وتمكين المرأة هي بتاخذ ضجة أكثر وبتلاقي يعني استقبال عند الناس بطريقة أو أكثر، ونقدر نوصل للفئة المستهدفة بطريقة أسهل. الأمور التي تتعلق بالديمقراطية هي ممكن
مش دائما دارج حتى نحكي فيها. احنا يعني ممكن بالاردن لانه عندنا يعني سقف الديمقراطيه اعلى من كثير دول عم نشتغل فيها، فالحمد لله يعني هذا موضوع بس بنقصه شويه ترويج. واحنا بمؤسسه المستقبل دائما بنسعى انه يكون الترويج للعملية الديمقراطية أو العملية السياسية، إشراك الشباب وإشراك المرأة في عملية العملية السياسية يكون دائما حاضر وليس مغيب من خلال نشاطات عديدة عم نقوم فيها زي الدراسة اللي رح يعني نذكرها. وبالأخير يعني إذا أنت كان الأساس متين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، يعني من هون لازم تنطلق. مزبوط. يعني ما في تمكين شباب ولا نساء ولا مرأة ولا أي شيء بدون في الإضافة سهل ما عندي أساس من أول وجديد. إحنا بالأردن عم نضيف عدد منظمات مجتمع مدني بتشتغل بهاي المواضيع تحديدا في الاردن او بشكل لا بالاردن. بالاردن احنا يعني ما بالضبط ما راح اقدر اعطي رقم معين، بس احنا في عندنا كثير مؤسسات عم تشتغل، واحنا يعني بقدر اعطيك رقم من خلال المنظمات اللي دعمناها لمؤسسه المستقبل، لانه احنا بندعم المؤسسات اللي بتعنا بهاي الامور. نعم. عندنا بالاردن من بدايتنا دعمنا اكثر من 20 مؤسسه. نعم. او مؤسسه مجتمع مدني بالاردن نفذت مشاريع، وهي المشاريع لها استدامه. يعني مؤسسه المستقبل عم تدعم منظمه مجتمع مدني، منظمه المجتمع المدني عم تدعم منظمة أخرى وعم تدعم فئات مستهدفة، فمن هون الشبكة عم تبدأ تمتد والفائدة عم تدعم على أكبر قدر من المجتمع. طبيعة المنظمات اللي أنتوا دعمتوها، عم نحكي حقوق إنسان، عم نحكي عن مظلة كتير واسعة كتير كبيرة، على إيش يعني المنظمات اللي أنتوا عم تدعموها؟ ركزنا على إيش بتركز؟ بتركز على يعني دعم المرأة وتمكين المرأة. تمكين المرأة دائما ما بنقصد تمكين المرأة هو تمكينها سياسيا، ولكن تمكينها اجتماعيا، تمكينها اقتصاديا، يعني إعادة الثقة للمرأة بأنها هي منتجة وهي نصف المجتمع وهي قادرة على يعني قيادة المسيرة كاملة. تمكين الشباب، تمكين الشباب حتى يصبح ريادي. صح. أن يصبح ريادي هو أن يصبح ريادي مجتمعي أو ريادي سياسي أو ريادي اقتصادي. وفيما يتعلق بالمنظمات اللي تعنت تحديدا بحقوق الإنسان، يعني هل مثلا بتدعم منظمات أو مؤسسات لها علاقة ب يعني لا العنف؟ لا عنف طبعا دائما موجود، حرية التعبير، حقوق الإنسان من ناحية حق المرأة زي ما حكينا، حق الشاب في حق الطفل في حقوق كثيرة لهاي الفئات، لكن للأسف في جهل هاي الفئات بمعرفتها. فهون كمان في دور كتير أساسي لمنظمة المجتمع المدني، يعني حقوق النساء أو حقوق المرأة أو المرأة العاملة يعني كتار بيكونوا موجودين، هي هاي لكن ممكن الوعي فيهم قليل. هي هاي نقطة أنا ممكن هي أهم نقطة، الهدف الرئيسي لمؤسسة المستقبل يعني يبنى على هذه النقطة، لأنه مؤسسة المستقبل هي تدعم المنظمة. يعني إحنا القائمين على المؤسسة هم يدربوا حتى يصبحوا يعني على قدر كامل من الوعي بأهدافهم وبمنهجيتهم، كيف يحطوا الخطة، كيف يكون الاستدامة، كيف طريقة الوصول للرسالة ويدربوا المجتمع المحلي. قبل ما نحكي بتفاصيل الدراسة مع الربيع العربي والثورات العربية وحتى حركات الإصلاح الموجودة في الأردن، هل لكم دور فاعل في مؤسسة المستقبل؟ طبعا في 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 يعني في الربيع العربي إن كثير دور كان أساسي وفاعل من خلال يعني تواجدنا في عدد من دول الربيع العربي. نعم. زي تواجدنا في مصر، ليبيا، تواجدنا بتونس. نعم. في تونس وليبيا تحديدا مؤسسة المستقبل مؤخرا فتحت مكتب للمؤسسة فيها في العاصمتين يعني طرابلس. نعم. وتونس، حتى يكون تنفيذ النشاطات بصورة يعني أقرب للمجتمع المحلي في البلدين. نعم. وتم يعني تعيين فريق كامل في الأردن. الحمد لله يعني عم نشتغل مع الحكومة ومع المجتمع المدني لدعم عملية الإصلاح السياسي. نعم. احنا يعني الحمد لله عملية الإصلاح السياسي ماشي بالأردن، بس بحاجة لعدد يعني شوية تعديلات أو شوية تشذيب يعني زي ما نقوله. طب قبل ما يعني نغوص في الدراسة، لكل الأشخاص اللي الإصلاح السياسي دائما على لسانهم، وهذا طبعا هلا يعني مصطلحات عم تخترق سمعنا وأبصارنا ويعني من واقع حياتنا المعاش صارت، بالرغم من إنه مرات في ناس ما بتعرف ايش نقصد بالمفهوم. انا حابه كثير اركز على المفاهيم حتى يعني عن جد بالفعل نبني على قاعده متينه. الاصلاح السياسي تحديدا وتحديدا اكثر بالاردن ايش المقصود فيه؟ الاصلاح السياسي بالاردن هو انه نعمل كلنا يد بيد الحكومه، منظمات المجتمع المدني، الجهات المانحه لتطوير مفاهيم معينه او انه لتعليه سقف الحريه او لان تكون عجله التطور دائما بالاردن ماشي بالطريق السليم. نعم. لما نقصد باصلاح سياسي او لما نحكي اصلاح سياسي هو ان يصبح لمنظمات المجتمع المدني دور فاعل واساسي في هذا المجال. الاصلاح السياسي بمعنى ان البرلمان يكون برلمان شفاف ونزيه ودور
فائدة كبيرة وذو سلطة لمحاسبة الحكومة. نعم. لما نحكي إصلاح سياسي يجب أن يكون منظمات المجتمع المدني دور في محاسبة البرلمان. لما نحكي إصلاح سياسي يعني أن يكون كل فرد مسؤول باختيار المرشح واختيار النائب بطريقة صحيحة وبطريقة مبنية على الثقة ومبنية أن يكون الشخص هو واثق بأن هذا الشخص يستطيع أن يمثل بالبرلمان بطريقة صحيحة. الإصلاح السياسي يعني ما بتقدر تتبنى جهة معينة طبعا. الإصلاح السياسي هو مسؤولية كل شخص أردني طبعا. حتى يعني يصبح الإصلاح السياسي بالأردن مش كلمة عم تتداول هو يصبح يعني جزء من حياتنا اليوم. يعني فعل إحنا بدنا اتجاه معين تبنى اتجاهات معينة. الحكي اللي تفضل فيه كله جميل جدا، لكن هل هو لسه لهلا مجرد شعارات ترفع وخطابات؟ وتحديدا فيما يتعلق بمجتمع بمنظمات المجتمع المدني، لانه بالفعل في الكثير من التحديات اللي بتواجهها ويعني بتقلل من نسبه مساهمتها في موضوع الاصلاح السياسي. ما بنسمع احنا بنصير مسيرات او مظاهرات او يعني امور لها علاقه بالاحزاب او زي ما انت حكيت يكون لها علاقه بالمجالس البرلمانيه وبفرز النواب. ما بنسمع عن منظمات المجتمع المدني. يعني حتى نكون عادلين ما نقدر نحكي انها مجرد شعارات ولا نقدر نحكي انها خطت الشعارات وصارت فعل حقيقي. احنا ممكن حاليا يعني واقفين بالوسط. يعني ان شاء الله لقدام شوي تصير كل منظمات المجتمع المدني هي واعية بأهدافها ورسالتها وتكون أصلا بنية لخدمة هدف معين. المسيرات والحركات الشبابية يعني مؤخرا بعام 2011 و2012 الأردن شهد عدد نشوء عدد كبير من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية، بس لكن للأسف هاي كلها الحركات الشبابية هي غير مسجلة رسميا. إن شاء الله يعني تسجل في المستقبل وما تكون هي يعني ولدت نتيجة هدف معين بعدين تزول. طب هلا بدي اسالك هون، هل منظمات المجتمع يعني هل هاي الحركات بتقدر تنتمي لمنظمه مجتمع مدني معين له اهداف واضحه واجندات واضحه؟ يجب ان تنتمي لمنظمه مجتمع مدني. طب شو الطريقه شو الاليه ليش الحركات الشعبيه ما بتنتمي وانت بتحكي انهم يكتار وهل هم ما بيعرفوا عنها مثلا؟ ممكن يكون نتيجه عدم وعي كامل. هون احنا بنحط يعني الدور الاكبر لازم يكون على وزاره التنميه السياسيه ووزاره التنميه الاجتماعيه. نعم. بتطوير برامج تنشر الوعي والثقافة بين جميع الحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني حتى يكون هناك بناء تحالفات بين منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية الناشئة جديدة حتى يعني بناء جسور التعاون وبالآخر كلهم يكونوا موجودين تحت مظلة أي وزارة من الوزارتين حتى يكون العمل ممأسس بطريقة صحيحة له منهجية معينة إلى خطة عمل في المستقبل ويكون هناك ديمومة. صح. ما بدنا يكون في حركات شبابية. نعم. الحركات الشبابية مؤخرا بالأردن عم تستهدف عدد كبير من الشباب. طبعاً. الشاب لما يدخل بمجموعة شبابية يكون هو ما يدخل فيها لمدة شهر يكتشف إنه أنا بسمع عن مؤسسة مجتمع مدني بس أنا عشت التجربة وما حسيت إنه فيها فائدة. نعم. فعشان هيك لازم المؤسسة أو الحركة الشبابية يكون لها قاعدة متينة حاضنة بنقدر نقول يعني حتى تحمل الشباب درجة. وتقدر إنه يعني تخليهم يسيروا على مسيرة الإصلاح وعلى مسيرة الديمقراطية بطريقة صح ويفهموا العملية بشكل كامل. صح. وهون بيكون بداية في تشكيل كمان أحزاب يعني واعية وناضجة سريعا نحكي عن دراسة يعني أو شيء مين القائمين عليها، الفئة اللي استهدفتوها، العينة اللي تم اختيارها، قد ايه مهمة تحديدا يعني بالوقت الراهن. رح نبدأ من القائمين على الدراسة. طبعا مؤسسة المستقبل بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وبالتعاون أيضا مع مركز الدراسات الاستراتيجية كمنفذ للدراسة. نعم. قررنا أنه نقوم بدراسة مدى مساهمة منظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح السياسي بالأردن. الدراسة تم تنفيذها على مدى 3 أشهر. استهدفت عدد من منظمات المجتمع المدني في العاصمة عمان وفي خارج العاصمة عمان. قدرنا في النهاية أن نوصل ل 19 مؤسسة مجتمع مدني أو ممثل عن مؤسسة مجتمع مدني للمشاركة بالدراسة بالإضافة لعدد من المانحين والخبراء. ليش 19 مش 20 قبل ما تسألين السؤال اللي رح أجاوبك؟ 19 لأنه 19 هم العدد الوحيد اللي من المجموع الكلي اللي تم يعني استجوابه للمشاركة بالدراسة هم قدروا يكونوا إليجيبل أو شرعيين يعني للمشاركة بالدراسة. وللأسف في بعض من منظمات المجتمع المدني هي رفضت المشاركة بالدراسة لعدم رغبتها في الكشف عن تقارير معينة أو عن أمور مالية معينة. وهون يعني خطورة كبيرة. طب هون إيش دوركم؟
هون دورنا انتم مثلا بتقدروا يكون في برامج توعيه كبيره، برامج رقابيه تعمل برنامج رقابيه كمان. بس المؤسسه لحالها ايد واحده ما بتزقف، يعني احنا بنحاول نبني شراكتنا حتى مع الحكومه، لانه المؤسسه بالنهايه هي مظلتها وزاره التنميه السياسيه والاجتماعيه، مش مظلتها مؤسسه المستقبل. احنا عم نشتغل مع الحكومه لانجاح هاي العمليه. الدراسه طبعا كانت هدفها الرئيسي هو انه نحدد ايش احتياجات منظمات المجتمع المدني، ايش دورها في عمليه الاصلاح السياسي، ايش برامجها، هل هناك لهذه المنظمات كان دور في تقديم مقترحات لتطوير العملية السياسية؟ تمكين السياسي، يعني احنا هلا مقبلين على انتخابات قادمه، شو دورها تحديدا في رفع الوعي، يعني مثلا التسجيل للانتخابات، بالمشاركه بالانتخابات بس بطريقه بالفعل فيها مصداقيه، مش الواحد يروح يعني مثلا بينتخب شخص معين لهدف معين. يعني منظمه المجتمع المدني هي الجهه اللي لها سلطه ممكن اكثر منها كمؤسسه، ممكن الاعلام ما بنغيب دوره، هو دوره اساسي طبعا. بس مؤسسه المجتمع المدني هي موجوده في المنطقه، موجودة 24 ساعة، القائمين عليها هم من سكان المنطقة. في تآلف وفي طريقة معينة، في تناقض، في طريقة حوار، يعني التواصل. مؤسسة المجتمع المدني يعني لازم يكون في هناك حملات توعية، لازم هي تقدر توصل رسالتها خصوصا بالانتخابات بالطريقة الصح. سريعا جدا بآخر دقيقة، انتو خلصتوا الدراسة اكيد، طلعتوا وبلورتوا التوصيات التوصيات ايش رح نعمل فيها؟ لازم سريعا هنا ان الدراسة هي مش نهائية، احنا عملنا ورشة عمل يوم الاربعاء الماضي بحضور كل من ممثل وزارة التنمية السياسية، عدد من المانحين، السفير الاسباني، منظمات مجتمع محلي، يعني لانه نجمع منهم تغذية راجعة حتى نطور الدراسة. الدراسة في النهاية وصلت لثلاث محاور رئيسية تتعلق ببناء الشراكة مع الحكومة، بناء شراكة مع المانحين الدوليين والمحليين، وبناء شراكة ما بين منظمات المجتمع المدني. احنا قريبا جدا ان شاء الله من خلال التلفزيون الاردني لما الدراسة تكون بصورتها النهائية ان شاء الله رح نرجع من خلال يوم جديد نحكي عن نتائج الدراسة وعن التوصيات اللي وصلت لها الدراسة، ونتمنى انه هاي الدراسة، او باكد لك انه هاي الدراسة ما رح تكون على الرف ان شاء الله. مؤسسة المستقبل رح تعمل خطة للمتابعة ولاستدامة هاي الدراسة وتنفيذ التوصيات مع كل الشركاء في الاردن، سواء محليين، حكوميين ودوليين، لانه يصبح عملية التحول أو الإصلاح السياسي بالأردن مش شعار عم نحكي، هو فعل يعني إن شاء الله جزء من الحياة. وإحنا عن جد معاملين عليكم في مؤسسة المستقبل بالإضافة للشركاء التانيين حتى توصلوا لمنظمات المجتمع المدني، حتى هم يفهموا دورهم الأساسي ويكونوا فاعلين وطبعا مؤثرين بالمجتمعات المحلية وخاصة في الفترة الحالية اللي هي تسبق الانتخابات. أهلا وسهلا فيك الزعمة، شرفتنا وحضرتك منسق البرامج في مؤسسة المستقبل Foundation for the Future، وكل التوفيق وكل يعني بالنيابة عن إدارة مؤسسة المستقبل ست نبيلة بنشكرك شخصيا هلا دائما على يعني متابعتنا بكل، وإن شاء الله من خلال التلفزيون الأردني يوم جديد دائما نسلط الضوء على هذا الموضوع المهم واللي بفيد أكبر شريحة من الناس. بحنا المواضيع التوعوية بشكل عام هاي هاجسنا وهمنا، فشكرا جزيلا لحضرتك تامر الزوموت ومشاهدينا. فاصل من بعده إن شاء الله استكمال لفقرات يوم جديد، خليكم معنا.